مساء الخير كل السادة المشاهدين أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حوار مفتوح اسمحوا لنا في البداية نرحب بسيدنا صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بشوي مترام دميات وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري رئيس قسم علم اللاهوت بمعهد الدراسات القبطية مساء الخير يا سيدنا أهلا أهلا أستاذ يا أهلا بك سيدنا منورنا دايما أهلا بكل المشاهدين اللي معانا في الاستوديو منورنا دايما أهلا وسهلا بكم في بداية حلقتنا النهارده يا سيدنا اسمح لي يعني ما اقدرش أغفل أبدا النهارده الكنيسة بتحتفل بتذكار المجمع المسكوني الثالث اللي كان في أفسس سنة 431 ميلادية كان مجمع يا سيدنا مهم جدا جدا يعني فيه الكنيسة حاربت بدعة نستور بطريرك القسطنطينية برئاسة البابا كرولوس عمود الدين اللي بنفخر بيه دايما وأنا قلت كده يا سيدنا لأنه فعلا يعني دايما وجود نيافتك معانا بيشعرنا بالروح الآبائية والدفاع عن الإيمان المستقيم اللي كان برئاسة أباء الكنيسة الإسكندرية دايما سواء البابا أسناسيوس أو البابا كرولوس أو البابا ديسقورس وكل البابوات اللي كانوا جبابرة الإيمان فعلا يا سيدنا واللي نيافتك يعني بتدينا نفس الروح ونفس الامتداد لهؤلاء الأباء فكل سنة ونيافتك طيب سيدنا وانت دايما بتحب المجمع ده ودايما بتكلمنا عنه يعني طبعا المجمع المسكوني الثالث في افسس كان برئاسه البابا كيرلس عمود الدين وحضروا كمان القديس الانبا شنوده رئيس المتوحدين م. كمرافق للقديس كيرلس آه غير طبعا انه كان بيبقى في مجموعه من المطرنه أو الأسقفة المصريين أعضاء في المؤتمر لأن بنقول من فم المئتين بأفسس المئتين دول مش بس بطرقة كان فيهم طبعا مجموعة من الأباء الأسقفة يبقى فيهم مطرنا وأسقفة وتعمل مجمع تاني في أفسس برئاسة بطريرك أنطاكيا يوحنا الأنطاكي حضروا 43 معاه وهو اتأخر 16 يوم عن عن المجمع فبعت لهم الميعاد كان في عيد العنصرة فبعت لهم قال لهم احنا متأخرين في في السفر فاعقدوا المجمع وانا جاي ونستور كان موجود في افسس وكان نستوريوس ده بطريرك القسطنطينيه وكان اصلا واعظ في انطاكيا مشهور وكان بيحارب الاريوسيه بقوه شديده جدا نصطور نصطور كان يحارب الأريوسية بيدافع عن ألوهية الابن الوحيد الكلمة مم. بس يمكن البعض يستغرب إزاي يبقى بيحارب الأريوسية ويقع في هرطقة مساوية ليها اللي هو إنكار ألوهية يسوع المسيح الإنسان لا ما تقولش الإنسان بقى أوه. إنكار ألوهية يسوع المسيح مم. اللي هو اعتبره إنسان سكن فيها الله الكلم فما تقولش أنت الإنسان وإلا تبقى أنت وقعت معا. <applause> لا يعني بدون قصد استعجلت شوية مم. فعبرت بطر بطريقته أيوة سيدنا فعلا بينكر ألوهية يسوع المسيح مم. الاله المتجسد ايوه كده صح <applause> <applause> ده المظبوط ده التعبير الدقيق فعلا فاللي حصل انه كان بيقول يسوع ده ابن مريم آه. والله الكلمه ده ابن الله الوحيد فالاريوسيين لما كانوا ده لدرجة لما ترسم بطريرك القسطنطينية كان في كنيسة صغيرة للأريوسيين فضلة هناك فراح هدها أو حرقها يعني <applause> الأريوسيين بيقولوا له هو الله ممكن يموت فزي يسوع مات على الصليب فوقع بقى في المطب ده انه بدل ما يقول لهم ده مات بحسب انسانيته وهو نفسه الله الكلمة لاهوتو ونسوته متحدين بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير فيبقى النسوت استمر بعد التجسد قصدي يعني بعد اتحاده باللاهوت يعني استمر في الصفات البشرية بلا خطية ولا ميل للخطية مم. فاستمرت فيه الصفات البشرية يعني لما سمر بعين يوم على الجبل بيقول لما تم اتجاع اخيرا شعر بالجوع زي اي حد زي آه. اي انسان فبيعطش بيجوع بيتألم لو اتجلد ولما الجلد زاد قوي لدرجة النزيف الحاد في داخل صدره وتعلق ثلاث ساعات على الصليب بيبذل مجهود جبار عشان يتنفس فالنزيف زاد قوي فمات مات مدبوح من جوه مش من رقبته فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا والذبح هنا كان كل الرسول بيقول كده ذبح ذبح <applause> بمعنى انه سفك دمه يكون جوه صدره يكون نازل على رجليه او كده غير الدم اللي من اكليل الشوك ومن المسامير <applause> في معصميه وفي رجليه الاثنين <applause> يعني الاجابه بسيطه جدا هو لم يمت بحسب الوهيته ولكنه مات بحسب انسانيته خصوصا بحسب الجسد لأنه حتى الإنسان نفسه لما بيموت لو شهيد مثلا روحه ما بتموتش لما بيتقتل بالظبط لكن الجسد هو الذي روحه العاقل اللي له صفة الخلود لكن بيموت بحسب الجسد تمام فاحنا بنقول المسيح يا من ذاق الموت بالجسد وقت الساعة التاسعة على الصليب في صلاة الساعة التاسعة. فهو جه يدافع عن ألوهية المسيح فأنكر تجسد تجسد الله الكلمة وبالتالي يبقى ذبيحة الصليب ما تقدرش تخلص البشرية. لأنه اللي مات على الصليب ده مجرد إنسان عادي ده في وجهة نظره هو. إنسان مم. سكن فيها الله الكلمة لدرجة أن القديس كيرولوس لما كتب للقديس كليستين بابا روما في ذلك الوقت قال له دخل يسوع كأنه واحد من الأنبياء لأنه إنسان سكن فيه الله الكلمة طب هو داود النبي بيقول في المزمور الخمسين لربنا وروحك القدوس لا تنزعه مني مش الأنبياء كان بيحل عليهم الروح القدس تمام صحيح مش بنفس طبيعه او اسلوب او مواهب اللي بيمنحها في العهد الجديد امم لما يحل في العهد الجديد أيوة بعض... زي يوم العنصرة امم بعد لكن العمودية. كان بيحل على الملوك والكهنه والانبياء ده في العهد القديم العهد القديم امم فقال قال للبابا روما بعت قال له قال له ده هو كده بيخلي يسوع كأنه زيه زي وزي أي واحد من الأنبياء. م. طب المشكلة بقى العملية إنه كده يبقى الذبيحة اللي, ت... اللي... 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 اللي قدمت على الصليب لا تستطيع أن تكفر عن خطايا جميع البشر جميع الخطايا لجميع البشر في جميع العصور صحيح اللي هيستفيد هو اللي هيأمن لكن الكفارة اللي قدمت تكفي حتى اللي ما أمنوش وقت ما هيامنوا بس هم اللي رفضوا يستفيدوا بيها لكن الذبيحة اللي قدمت قيمتها ما لا نهايه. طب ازاي تبقى قيمتها ما لا نهايه؟ اذا كان ده مجرد واحد سكن فيها الله الكلمه زي اي نبي من الانبياء اللي كان ممسوحين بالروح القدس او حل عليهم الروح القدس. ايه قيمتها يعني؟ قيمتها في انه مثلا بلا خطيه ده هو نفسه انستور المصيبه أشد قال ان المسيح قدم نفسه ذبيحة عن نفسه وعن البشرية لإن هو نفسه ورث الخطية الأصلية ده خالص خالص ايوه انا عارف آه. ان المجمع يا سيدنا يعني حارب بدعه تاني بتاعت بيلاجيوس اللي قال انه الخطيط ادم لم تسري الى البشريه وكانت قاصره على نفسه لكن لا ارجوك أوه. ما تخش ليش في مجمع تاني وقضيه لا اخرى لا خالص بس انا والا يبقى الحلقه النهارده أه. راحت ف... لا اتفضل <applause> ف... انت دي مرتبطه بيها شويه معلش يا سيدنا لا انت فاكر نفسك ان احنا قاعدين في الصحراء على تل كده آه قاعدين هن... آه يعني اخدين سهرة صباحي ولا حاجة؟ احنا بنستفيد من ونتعلم منك حتى لو طرحنا قضية احنا <applause> في حلقة محدودة الوقت خلي بالك حاضر يعني أنا معجب بطلعاتك الكثيرة بس سين. لازم أركب لها فرامل أثناء <تصفيق> الحلقة <تصفيق> أكتر من كده سيد. اتفضل <applause> 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 لا مش أكتر من كده هي دي اللي حصلة طيب ناس. فالحقيقة نستور لبخ قوي يعني م. لبخ قوي ف كان فاكر نفسه انه كده بيدافع عن الالوهيه المسيح اصل الاريوسيين زنقوه هو واللي زيه قالوا له ازاي الله يموت طب ما هو اللاهوت لم يمت مم. في اليوناني في فرق بين كلمه ثيوس يعني الله اوتيس يعني اللاهوت اللاهوت لم يمت لكن الله المتجسد مات بحسب الجسد ولذلك القديس كيرلس في, في, في الرسائل المهمة قوي بتاعته قال إيه الرسائل للنصور <applause> قال له كل ما يخص الله الكلمة ينسب إليه فإذا جسده مات أقول أن الله الكلمة مات بس لو واحد اتخض أقول له مات بحسب الجسد لو اتخض من العبارة وعشان المستمعين والحضور نبسط لهم الموضوع لو كان حد مخدود من التعبير يعني من حق المشاهدين كمان نوضح لهم هنقول ايه ضرب جسد جرجس ده واحد تاني بقى مش المسيح يعني هنسأل سؤالين في اللغة العربية عادي في اللغويين يعني. السؤال الأول ما الذي ضرب؟ السؤال الثاني من, من الذي ضرب؟, ضرب؟ ممكن حضرتك تجاوب؟ آه في الأول سيدنا ما الذي ضرب؟ جسد جرجس هو الذي ضرب؟ من ما, ما هو ضرب. آه. تقول هو الذي ضرب، تقول الإجابة بس. ما الذي ضرب؟ ها. جسد جرجس بس آه. خلاص صح من الذي ضرب؟ جرجس نفسه. جرجس. <applause> صحيح. طيب إذا ضرب جسده يبقى ما ينسب إلى جسده الخاص نسب إليه. ينسب إليه. حتى لو كان قتل زي الشهيد ماري جرجس أقول قتل ها؟ م. الشهيد ماري جرجس ما الذي قتل ما جسد الشهيد جسد الشهيد ماري م. من الذي قتل الشهيد ماري جيرجز. طب وروحه لا روحه لا تموت لان لها صفه الخلود روحه العاقل لغايه النهارده بيعمل معجزات صحيح وساعات بيظهر فعلا يعني عندنا في كتب معجزاته في دير ماري ميت دمسيس كتير من اللي حصلت لهم معجزات في كنيسة الصلاة مش الصلاة بتاعت الشعب بتاعت المرضى يقولوا ساعة ما حصلت المعجزة شفنا القديس ماري جرجس يعني ظهر والمريض ده شافه وهو بيشفيه أو أحيانا لما كان بيبقى فيه روح شرير وبيطلعه وساعات كان يبقى في صلبان دم على الملابس بتاعته ساعة ما بيطلع منه الروح النجس يعني. <applause> <فعلا>. كعلامة يعني <applause> <applause> وساعات المرضى نفسهم يقولوا الروح النجس طلع من من صابع رجلنا الشمال أي لين كده أنا أنا مش مسؤول اشمعنا يعني ما بقى يدور بس تكررت كتير. يعني مش مثلا واحد اتهيأ له، لا على مدى سنين طويلة اتكررت العبارة دي، وموجودة في الكتب بتاعت معجزاته. المهم بقى موضوعنا اللي احنا فيه. إذا كان الشهيد ماري جيرجس نفسه لما أقول قتل الشهيد ماري ها؟ اه لما اقول ما الذي قتل اقول جسد تمام من الذي قتل الشهيد مارجرس الشهيد مارجرس لكن روحه ما مت... ما تقتلش ولسه لغايه دلوقتي بيعمل معجزات واضح واضحه جدا يا سيدنا تعالى بقى, بقى على لهوت السيد مسلم نشوف ليه القديس كيرلس كان بيقول ما ينسب الى الله الكلمه جسد الكلمة. الله الكلمه مم. ينسب إليه نسطور هايج بيقول إزاي تقولوا العذراء والدة الإله فقال له ده يبقى مجنون في الرسائل بتاعته اللي يقول إن إن المسيح أخذ بدء للاهوته من العذراء ماري ده يبقى مجنون لأن لاهوته من الآب السماوي قبل الأزمنة الأزلية كل الازمنه الازليه قبل كل الظهور لاهوت ازلي مم. فما خدش بدء اللاهوت من العذراء يقول طب بتقولوا ليه والده الاله ما بنقولش والده اللاهوت بنقول ايه بقى استنى بقى تعالى نمشي بطريقه دوري بجسد جرجس اركن بقى الشهيد ماري جرجس شويه مع تقدست يعني احترامنا لقداسته اكسيوس بقى انا عايز ابسط الكلام ضرب جسد جرجس من الذي ضرب جسد جرجس من الذي ضرب جرجس طيب عباره مشابهه بس عن ولاده المسيح من العذراء مريم ولد جسد الله الكلمه من العذراء مريم السؤالين السؤال الاول ما الذي ولد من العذراء مريم ما ما الذي ولد هيبقى جسد جسد الله الكلمه صح مم. السؤال الثاني ده المهم بقى من الذي ولد من العذراء القديسه مريم الله الكلمه المتجسد الله لا الكلمة. ما تقولش المتجسد دخلت الكلمة. آه. دخلت في شرح التل اللي في الصحراء بتاع بالليل اللي قلت لك ما تروحلوش صراحة له تاني سيف العبارة ولد جسد الله الكلمة من العذراء القديس سماري الله الكلمة جبت لي كلمة المتجسد من عندك أنا قلت دي عبارة لغوية فالسؤال تجاوب عليه لغويا الله الكلمة ما من الذي ولد من العذراء القديسه ماري الله الكلمه كده صح كده صح الحمد لله <applause> لا ما انا عارف ان انت هتجاوب صح بس مش عايزك تزود خالص بلاش احط التاتش بتاعي خلاص <applause> مش عايزك تزود خالص طيب طب من الذي ولد من العذراء القديسه مريم الله الكلمه مم. طب اذا كان اللي اتولد من القديسه مريم العذراء الكلمه قصدي الله الكلمه مم. يبقى لما نقول ان هي والده الله والده الاله ما الله يعني الاله مم. تبقى ثيوتوكس والده الاله, الاله. قالها له كده قال له كل ما ينسب الى جسده الخاص ينسب اليه وبرضه ما رضاش يفهم بعت له ثلاث رسائل والعجيب انه كان يقول الى صاحب القداسه الاب المتوب جدا نستوريوس آه بطريرك القسطنطينيه يعني كتب له في بدايه الجواب احترامات فوق العادة لأن كان لسه ما تحكمش عليه وما فيش فايدة بعت للقديس كليستين في روما وعندنا الرسائل منشورة دوليا ومترجمة كمان اللي يحب يحصل عليها نقدر نوفرها له بعت للقديس كليستين شروحاته القديس كيرلس وكان وصلت له شكاوي في روما من القسطنطينية من الأسقفة والكهنة اللي نسطور كان بيجلدهم عشان مش راضيين يقبلوا كلامه بعد ما بقى بطريرك وعشان كان بيقاوم الأريوسية فافتكروها يبقى حاجة عدلة يعني فبابا روما رد على القديس كيرلس عمود الدين قال له إن نهر تعليمك الصافية قد غسل من أذهاننا اقذار تعليم نسطور وإذا مرضاش يقبل الإيمان المستقيم يبقى يستحق الحرم ولما يجتمع المجمع أنا بطلب منك من قداستك أو منك مش فاكر العبارة بالظبط إنك تمضي عن كنيستي وعن كنيستك يعني بيطلب من بابا الإسكندرية يمضي امضتين واحدة بصفته بابا الإسكندرية واحدة بصفته ممثل لبابا روما وعشان ما حدش يقول إن بابا روما كان سلبي بعت اتنين أسقفة من عنده يحضروا مجمع أفسس وأيدوا قرارات المجمع يوحنا الأنطاكي عمل مجمع في 43 وحكموا ضد كرولوس ومجمع أفسس تأييدا لوعز أنطاكيا السابق اللي هو نستور اللي بقى بطريرك ونسطور بعتوله في المجمع عدة مرات أسقفة ففي الأول قعد معهم وقال لهم أنا ما أقولش على طفل عمره شهرين إن ده هو الله قال لهم كده ومسجلة في تاريخ الأحداث بتاع مجمع أفسس وبعتوا استدعوه تاني فخلى لانه هو بطريرك العاصمه القسطنطينيه اللي افسوا امم خلى الزباط والعساكر يطردوا من دوب المجمع المسكوني من المطرنة او الاسقف طردوهم ومرضاش يجي يحضر الى جوار انه كان متكل على ان يوحنا الانطاكي هيعمل فكرة انه يتأخر ويعمل مجمع ويحكم لصالحه ويحرم كيرولوس وأمنون أسخف أفسس لأن بعد المجمع ما حكم بتأييد تعليم القديس كيرولوس الكبير وبرفض تعليم نسطوريوس طلعوا شايلين أيقونة للعذراء والدة الإله م. في افسس وأسخ في افسس طبعا اللي وضب الشغل وشمامسه وكهنه ومباخر و عضو بتوع المجمع ولفه في افسس بيبخروا لايقونه العذراء والدة الإله, والده الاله وكان يوم يعني محظوظ اللي شاف اليوم ده القائد العسكري بعت للامبراطور نتائج مجمع يوحنا الانطاكي فامر بحبس كرولوس عمود الدين وامنون أسخف افسس وايضا بعض المطارنه بعضهم كبار في السن وما معهمش فلوس عشان يقعدوا في اللقندات وكده فبعت القديس كرولوس للإكليروس في اسكندرية بيقول لهم احنا المطرنا والناس الكبار في السن بعضهم تنيح لأنه ما استحملوش طول الانتظار ده وبعدين لما اجتمعنا كمان اتحجزوا وبعضهم محبوسين وبعضهم تنيحوا yeah. يعني في في مجمع قفسوا الشهداء للمجمع طب عايزين نبعت ما هو نستور جايب معاه العساكر والظباط ومحصرين الم المكان بتاع المجمع وممنوع حد يروح القسطنطينيه يقابل الامبراطور mm. فأحد الأسقفة الكبار في السن لبس هدوم مقطعة وجاب عصاية مجوفة وحط فيها قرارات المجمع بإمضاءات المتين في العصاية المجوفة وماشي يتعكس كده وضعيف وكبير في السن ومش لابس اسقف فالظباط والعساكر قالوا الشحات ده خليه يغور يعني شو بقى <applause> وراح مسافر على قسطنطينية وراح للامبراطور وقال له اللي وصل لك من مجمع الثلاثة واربعين بتاع يوحنا الانطاكي ده مش هو المجمع الحقيقي وادي قرارات المجمع فعلى طول امر بالإفراج عن القديس كرولس وكل أعضاء المجمع الحقيقي وبعزل نسطور طبقا لقرار المجمع ونفيه وتنفى في إخميم في مصر في مصر درجة في تلس متل تل نسطور هناك عشان يتعلم الإيمان المستقيم هناك بقى يعني القديس كرولس مش راح يتبهرج في أفسس ده راح اتبهدل صحيح سيدي وتعزل نسطور فضرت مشكلة بطريرك أنطاكي اللي هو يوحنا فالإمبراطور عمل مساعي مساعي مم. لمصالحة يوحنا الأنطاكي مع كيرلس السكندري وكان في اسقف شاطر كده ونشيط من انطاكيا طبعا ما هوش سيودوريت اسقف خورش لان ده كتب ضد تعاليم البابا كرولوس هو ايباس اسقف الروحة لكن على ما اذكر كان اسمه بولس تقريبا يعني اسمه مش مهم قوي لكن المهم ان هو اسقف محترم ونشيط ومش كبير في السن وجه اسكندريه جاي برساله من يوحنا الانطاكي لكيرلس السكندري بعد المجمع بسنتين 433 33 33 يا سيدنا متاسف 431 433 اه فكيرلس طبعا في الفترة دي كان في ناس زي الأسخف اللي جه ده رايحة جاية بين أنطاكيا واسكندرية بتحاول تقرب وجهات النظر بطلب من الإمبراطور أسقفة ممكن من اسكندرية وأسقفة من أنطاكيا آخر حاجة بقى جه جواب من يوحنا الأنطاكي بيحرم نسطور وبيعلن الايمان بتاع انطاكيا م. فراح رد القديس كيرلوس برساله بيقول ان انا فرحت جدا 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 برساله خدستك واحنا كده يبقى لمينا شمل الكنيسه وكان في بطرك تاني للقسطنطينيه خلاص بدل نسطوريوس واسمها رسالة المصالحة بتاعت سنة 433 دي مشهورة قوي الرسالة دي ولما كنا في حوار مع الاتحاد العالمي لكنائس المصلحة المصلحة مش المصالحة اللي هو World الاينس اوف Reformed تشيرشز كنا في هولندا و البابا شنوده كان بيزور هولندا في الوقت ده في نفس توقيت اجتماع اللجنة الدولية للحوار بيننا وبين الكنائس المصلحة اللي هي بيسموها البروتستانتية أحيانا دي <applause> فورم تشيرش <applause> البروتستانت يعني المعترضة كانوا معترضين على بابا روما أيام مارتن لوثر وبعديه كالفن وكده بس في لوسريين وفي بريسبيتيريان المشيخيين اللي هما اتباع كالفن لان كالفن غير في حاجات بتاعت مارتن لوسر ففي كنائس لوسريه يعتبروا برضو بروسانت وكنائس مشيخيه اللي هي الكالفينيست وفي مسوديست وبلاموس ويعني بلايموس في طوائف برسنتية كتير قوي مم. بس يعني ال 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 الحد الواضح اللسريين واتباع كالفن مم. مش متفقين في كل حاجه يعني يعني الكنائس اللسرية بترفض مثلا مجمع دورتريخت اللي انعقد في هولندا بعدين المهم احنا كنا في هولندا وقدس البابا المتنايح البابا شنودة الثالث مثلث الرحمات ربنا ينفعنا بصلواته جالنا في جلسة من الجلسات بنفسه كنا خلصنا صياغة اتفاق حوالين طبيعة المسيح فأرى الاتفاق و لو في ملاحظات عليه التزمنا بيها طبعا بس اللي انا فاكره ان هو وافق عليه جزء من الاتفاق ده مم. ذكرنا فيه جزء من رسالة المصالحة اللي أنا بتكلم عليه اللي كانت يعني هم طلبوا هم طلبوا ناخد جزء من رسالة المصالحة وإحنا وافقنا وحطيناها في الاتفاقية ومنشورة جميل. منشورة في كتاب قرارات المجمع مم. في عهد البابا شنوده الثالث أه وعندنا اتفاقيه مع الروم الارثوذكس على طبيعه المسيح واتفاقيه مع الانجليكان على طبيعه المسيح وبالنسبه للكاثوليك بسبب الكنيسه الاشوريه وما نشرته واتفاقهم مع روما الكنيسة الأشورية نسطورية نشرت 12 حرم بتوع ما يسمى القديس كرولوس ضد كرولوس. متأسف ما يسمى القديس نسطور ضد كرولوس الحرم الأول بيقول ده نشروه على الويب سايت الرسمي بتاعهم موقع الرسمي سنة 2004 و2005 فلما اجتمعنا الحوار الرسمي كعائلة مع الكاثوليك قلنا لهم انتوا اتفقتوا سنة 1994 مع النصاطرة اتفاق كريستولوجي سنة 2004 بيقولوا ديس نسطور ضد كرولوس الحرم الأول بيقول اللي يقول إن عمانوئيل إله حقيقي وإن أم عمانوئيل والدة الإله فليكن محروم الحرم الأول فأنا قلت للكاردينال فالتر كاسبر في مدينة نصر هنا كان هو رئيس اللجنة الكاثوليكية الدولية وأنا عن العائلة الأرثوذكسية الشرعية قلت له اتفقت معهم سنة 94 سنة 2004 ناشرين 12 حرم أولهم اللي يقول المسيح إله حقيقي عمانوئيل إله حقيقي وأم عمانوئيل وليت الله يبقى محروم يبقى إزاي احنا هنقدر نناقش معاكم اتفاقية حوالين طبيعة المسيح وإنتم متفقين مع الكنيسة دي الأشورية النسطورية فقالوا خلاص نبتدي بالاكليسيولوجي الكنسيات ونركن موضوع الكريستولوجي اللي هو طبيعه, طبيعة المسيح, المسيح. على ما نلاقي حل للوضع المربك ده لان بابا روما ماضي مع دنخه بطريرك الاشوريين ماضيين اتفاقيه مع بعض م. وطبعا فيها عبارات مش كويسه لكن ما فيهاش العبارات بتاعت القسم التعليمي يعني زي أسخفية التعليم بتاعت الكنيسة الأشورية على الموقع الرسمي بتاعها ما فيهاش العبارات الفظيعة قوي دي صعب لكن ده بعد عشر سنين من اتفاقهم مع روما بيحطوا الحرمانات الصعبة دي قلت لهم كلنا ال 28 اللي في القاعه دلوقتي 14 مننا و14 منهم قلت لهم كلنا دلوقتي محرومين مش انتوا بتؤمنوا ان المسيح اله حقيقي وان العذراء وليده الله قال لي اه قلت له يبقى كلنا محرومين فجاء حضر اجتماع البابا شنوده يوم الأربع في الكاتدرائيه والقى كلمه فقال كلنا نؤمن ان المسيح اله حقيقي وان العذراء وليده الاله في كلمته أيه. وسجلها. مسجلها فيديو في في 2004 يا سيدنا؟ في 2004. امم. ما صلحوش وضعهم مع كنيسة أشور الأشورية. لغوش الاتفاق اللي مع الأشوريين دول. مم. لكن يمكن الحوار مع الأشوريين جه وقت وقف شوية و ويمكن استمر ما ادوناش خبر رسمي. مم. لكن احنا ما نقدرش نلعب على حبلين طيب ما ينفعش يعني احنا كنيسه واضحه ومستقيمه ما عندهاش ال اظن دلوقتي احنا بناء على الافتتاحيه بتاعت حضرتك اكرمنا <تخلط> الحلقه يا سيد <تخلط> اكرمنا مجمع افسس الحقيقه يا سيدنا هو مجمع طبعا يعني حاجه مهمه بس بينا انه البابا كرولوس ما كانش هناك بيتعزز الا يوم الزفه اللي بعد انعقاد المجمع والقرارات لايقونه آه؟ لايقونه والد... والده الاله آه. وبعد كده شاف اللي ما حدش شاف وبعدين ال... الاسخف اللي تطوع وهو بطوله منه انه يروح يقابل الامبراطور بانه ي... ي... يلبس هدوم شحات و... وياخد عصايه مش عصا رعايه فرع شجره كانت يعني حركه ذكيه منه وعرف يوصل للامبراطور بالاتفاق هو. مع بقيه الاباء وكده امبراطور مجمع افسوس ما عدا الكنيسه الاشوريه النسطوريه بيعتبر المجمع المسكوني الثالث اللي بتعترف به جميع الكنايس رئيس الشمامسة بتاع بابا روما القديس كليستين اللي بنعيد له مع البابا كرولوس يوم 10 يوليو رئيس كان اسمه لاون بعد كده سؤدوريت اسقف قورش ويباس اسقف الرها اللي كانوا في المجموعه النسطورية راحوا روما وخلوا بابا روما يحللهم بعد ما البابا ديسخورس حرمهم في مجمع افسس الثاني 449 ميلاديه بامر الامبراطور مجمع مسكوني فضحكوا على لون الاول بابا روما خليفه القديس كليستين اللي احنا حصل بقى ان بابا البابا ده اضطر انه ياخد موقف ضد البابا لاون لانه حالل ثيودوريه اسقف قرش وإيباس اسقف الرها اللي كتبه ضد تعليم القديس كيرلس بعد مجمع افسس اه التاريخ بقى التطورات اللي حصلت بعد كده في القسطنطينيه وفي افسس الثاني وفي خلق دنيا ده موضوع طويل ممكن نبقى نشرحه بعدين بس كفايه مجمع افسس النهارده. لا شكرا جدا ليك يا سيدنا هو يعني في تقريبا معانا مكالمه كده مدام قبل من كفر الشيخ ناخدها بعد اذن افتك ولا؟ آه هو بس في نقطه م. انه هنبقى بالمره لما نتكلم على مجمع خلق دنيا هنتكلم على موقف اللي حصل مع القديس دسخوروس في مجمع خلق الدنيا وللاسف مجمع خلق الدنيا قبل سيودوريت اسقف قورش بس اسقف الرها من غير ما يحرموا تعاليمهم اللي ضد مجمع افسس او بالتحديد تعاليم القديس كيرلس عمود الدين عشان كده اعتبرنا احنا ان مجمع خلق الدنيا ده مجمع له ميول نسطوريه وتم بامر لاون الحال الاثنين دول بعد حرمهم بعد كده في سنه خمسمائة وخمسين في مجمع القسطنطينيه الثاني حاولوا يصلحونا شويه فحرموا تعاليم سؤدورية اسقف قرش وتعاليم إيباس اسقف الرها وحتى في الاتفاقية اللاهوتية اللي بيننا وبين الروم الأرثوذكس الرسمية مكتوب فيها ذا كريبتون السيريونيزم اوف اوف يعني النسطورية الخفية لسؤدريت أسخف قورش في الاتفاقية الرسمية اللي بيننا وبين الروم الأرثوذكس بس ما حرموش أشخاصهم لأنه عملوا لعبة كده ان هم وافقوا يحرموا الأسطور في مجمع خلق الدنيا من غير ما يصلحوا التعاليم اللي هم نشروها ضد تعليم مجمع أفسس فدول بيمثلوا الشخصيتين دول شخصية اتسببت في الانقسام بتاع خلق الدنيا لما راحوا للبابا لاون واضطر البابا دسخورس بعد ما حللهم انه ياخد موقف ضد لاون فلاون صمم يجمع مجمع عشان يعزل البابا دسخورس طبعا رهبان جبل اسوس متشددين قوي ورفضوا الاتفاقيه اللاهوتيه بتاعتنا مع الروم الارثوذكس علنا ونشروا ضدها ففي الاخ صمويل نصري عوض حضر معانا بيسال بخصوص النقطه دي فهي دي الـ دي اللي بيقول كمان انه بتوع جبل أسوس دول مش من العائله اللي اتفقت معانا هم رافضين الاتفاقيه وكنيسه اليونان لغايه دلوقتي ما قبلتهاش وبعدين اتفاقيه بينا وبينهم اتفاقيه لوحده العائلتين ما هم رافضينها وبيقول بنقبل معمودياتهم هم بيرفضوا معمودياتنا ده لما راحوا رهبان اقباط رهبانه هناك عمدوهم وهم رهبان ونسمح بالزواج منهم ده ده اتفاق حصل في اسكندريه بين بطريركيه اسكندريه وبطريركيتنا بالزواج الواحد روم والتاني ابطي والتانيه ابطيه او العكس يعني إنه منعتش نعدش الجواز تاني. بعديها البابا بطرس السابع هاجوا عليه بتوع جبل أسوس جدا وهاجموه بسبب الاتفاقية دي. فإحنا ما دعوة بتوع جبل أسوس وما نقدرش إن نبقى فيه زواج مشترك بيننا وبين اليونانيين. ده دول الروم الارثوذكس اللي تبع اسكندريه. ايوه. هم دول اللي اتفقوا معانا الاتفاقيه دي وقرار المجمع كان ان كنيسه الروم اللي تقبل مجمعها الاتفاقيه وتقبل معموديتنا نقبل معموديتهم. وزادت عليها في اسكندريه الاتفاقيه بتاعت <applause> ان احنا ما نعدش الجوازة اللي تحصل عندهم او عندنا بس بشرط يكون طرف طرف منهم وطرف مننا لكن اتنين اقباط يروح يتجوزوا هناك لا اتنين اروام يجوا يتجوزوا عندنا برضو هم مش هيقبلوا فده الاتفاق ان لما يكون طرف من هنا وطرف من هنا ما إيه ما الإكليل تاني هنا. لأن العيلة دي هتبقى منقسمة وفيها مشاكل كتير. ده إجابتي على سؤال الأخ صمويل نصر عوض اللي قدمه المرة اللي فاتت. لو هناخد سؤال اتصال الأخت هو كان بيسأل على جبل أسوس وأنا وضحت <applause> طبعا دول اكثر المتشددين ضد الاتفاق بيننا وبين الروم الارثوذكس <applause> صحيح هم بطبيعتهم رافضين والكنيسه حتى خايفين يعلنوا حرمانات ضد رئيس أسقفة اليونان متعاطف معانا لكن مش قادر يوافق على الاتفاقية بسبب التشدد بتاع رهبان جبل أسس وأتباعهم وحبايبهم المالين اليونان فما تستعجلوش في أنكم تطلعوا أقوال زي اللي ما كتبها الأخ الصمويل ناصر دي بيقول أن احنا دول بتوع جبل أسوس في اتفاقية وحدة بيننا وبينهم وبنقبل معمودياتهم ونسمح بالزواج منهم ده بتوع اسكندرية يا بابا مع بتوع اسكندرية بتوع اسكندرية اللي اتفقوا معانا ومجمعهم المقدس وافق على الاتفاقيتين الاتفاق اللاهوتي اللي مكتوب فيها كريبتون أوف سؤدوريت أوف سايروس النسطورية الخفية لسؤدوريت أوف قورش بينما مجمع خلق الدنيا قبل سؤدوريت في مجمع خلق الدنيا دخلوه وبعدين حاولوا يصلحونا في, في نية كالسيدون في مجمع القسطنطينية الثاني بتاعهم هم بقى قالوا نحرم تعليمه هو وإباس أسخف الرها بس للأسف قالوا المطوب بسيئودورية أسخف قورش فلما قالوا المطوب قلنا لا أنتوا هتضحكوا علينا مطوب ده إيه؟ هو نفسه لغى تعليمه الغلط ما عملش كده لدرجة أن اللاهوتيين الكبار جدا على مستوى دولي من 14 كنيسة أغلبهم كانوا حاضرين في سويسرا ماضيين على الاتفاقية دي بما فيهم كنيسة اليونان يعني بروفيسور جون رومانيدس أكبر لاهوتي في كنيسة اليونان في الوقت ده سنة 90 ماضي على الكريبتونستوريانيزم وبروفيسور فيلاسيوس فيداس من اكبر اساتذه اللاهوت حاليا في اليونان ومندوب بطريرك القسطنطينيه للحوار اللاهوتي وكان سكرتير اللجنه الدوليه ماضي عليها كريبتون السوريانيزم الاسطوريه الخفيه لثقودوريه اسخف قورش فالموضوع ان احنا لما اعتبرنا مجمع خلق دنيا له ميول نسطورية انهم قبلوا ثيودوريه اسخف قرش وأباس اسخف الرها اللي هاجموا تعاليم مجمع افسس ونشروها طب مش الاول ينشروا وبعدين راحوا خدوا حل من بابا روما وفي مجمع مسكوني في أفسس الثاني سموه في خلق دنيا أو بعد خلق دنيا سموه مجمع اللصوص برئاسة البابا دسخورس سموه مجمع اللصوص على مجمع آه على مجمع أفسس, أفسس الثاني اللي حرم سؤدورية أسقف قرش وباس أسقف أنا بقول الكلام ده في نفس الوقت إن أنا ماضي على الاتفاق باعتباري الرئيس المشارك للجنة الحوار مع الروم الأرثوذكس مضي على الاتفاق اللاهوتي الأساسي بتاع سنة تسعين وبتاع سنة تسعة وثمانين اللي كان هنا في مصر وبتاع سنة ثلاثة وتسعين داريك بس داريك احنا داريك كنا صحيين فمضين على ايه ان سؤدوريت أسخف قرش النسطورية الخفية لسعودورته في قورش مش دايماً المطوب دايما صحيين يا سيدنا مش كنت دايما صحي مش المطوب <applause> ها اه طبعا اه فنشوف المدام امل آه طب بعد يا سيدنا في هل معانا على التليفون مدام امل من كفر الشيخ آه 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 الو معانا مساء <applause> الخير اهلا بيك على الصوت شويه ثانيه يا سيدنا اهلا وسهلا يا مدام آه كل سنه وان طيب طبعا يوم الحد الجاي طبعا اعظم يوم في الابراشيه بتاعتنا وفي الكنيسه القبطيه كلها لانه عيد صيامه نيافتك للاسقفيه واسمح لي اقدم لنيافتك فاكس سريع الوحيد ابن الاب الوحيد ابن الاب فاتح ابوابه الدهريه والطغامات حاملين اطياب واكاليل مجد كرامه بتوليه اليوم عيد اغلى الاحباب وصيامته للاسقفيه كل سنة يا طيب الأطياب ونيافتك صحة وروحانية طاير كالنسر وكشهاب في العلوم اللاهوتية وتحمينا من كل ذئاب وكل البدع الشيطانية سنين وأزمنة أحقاب يا كروب كنيستنا القبطية سنين وأزمنة أحقاب يا كنيستنا القبطية ربنا يخليك لنا يا سيدنا وتعيش وتعلمنا دايما وأنا كنت النهارده في الكنيسة وكنت عاملة حساب أن أنا هتصل علشان أطلب من يافتك تكلمنا عن مجمع أفسس لكن طبعا ما أنا سعيدة جدا جدا إن إحنا سمعنا الحوار المفتوح الجميل النهارده وكل سنة ودايما يافتك على رأسنا كلنا شكرا أصل يوم 24 سبتمبر تذكار سمتي أسقف فهي تقصد تهنئة بالمناسبة ايه سواء سيدنا اسمح لي احنا كمان يعني نهني باسم سيدنا برميه وباسم كل العاملين في المركز والقناة سيدنا إلى منتهى الأعوام سيدنا وكل سنة وأن يفتك بألف خير هو فاضل قد إيه؟ كم دقيقة؟ فاضل قد إيه؟ حوالي أربع خمس دقايق طيب <applause> الأخ كميل حبيب ويمكن حاضر معانا موجود آه. أه, آه. كان بعد سؤال بسيط قوي مش هياخد وقت بيقول أو سؤالين بيقول ان الخبز والخمر لا يتحولان الى جسد ودم الا بعد السجود آآ آآ في بعد عبارة السجود لله بخوف ورعدة م. والكاهن بيقول لي يحل روحك القدوس علينا وعلى هذه, هذه القرابين ويطهرها ويقدسها وينقلها م. ينقلها يعني إلى جسد الرب والدم ويظهرها قدسا لقدسي فلماذا إذن يقال في مرد الشماس قبلوا بعضكم بعضا الكبيرة أيها الإكريس وكل الشعب ارفعوا عيونكم إلى ناحية المشرق لتنظروا المسبح وكسد ودم عمانوئيل إلهنا موضعين عليه يعني هو اللي, اللي, الشماس يقصده إنه الأنافورة ابتدت الأنافورة دي اللي هي القداس نفسه مش القراءات التعليمية اللي يعني في قداس المواظين في الاول بيبقى في قراءة البولس والكاثوليكون والابراكسيس و... 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 واعمال الرسل يعني وبعديها كمان بيبقى في السنكسار وبعدين قراءة الانجيل م. ده اسمه قداس المواظين بعد صلاة الصلح بيطلعوا المواظين والتائبين بره الكنيسة الباكين الخرس الثاني والثالث ويفضل الخرس الاول اللي هيتناوله فالمرض ده بيتقال لناس هيفضلوا واقفين في نفس الحته وباصين في نفس الاتجاه لغايه ما يحصل حلول الروح القدس م. وتحول القرابين فهو بيقول لهم اه قبلوا بعضكم بعضا دي بعد صلاه الصلح يبقى الموعظين والتائبين خلاص خرجوا من الكنيسة ها فبيقول للي قاعدين بقى دول اللي هيتناولوا خليكوا بصين كده ناحية المشرق عشان هتشوفوا جسد ودم عمانوي مش معناها يعني في نفس اللحظة اللي هو بيقول فيها لا طبعا بيقولوا في اللغة العربية كده باعتبار ما سيكون يعني باعتبار ما سيكون بس بالنسبة لفئة كلهم هيتناولوا طبعا احنا ما بنطلعش الناس بره والكلام ده كله اللي هم اللي مش هيتناولوا في الوضع الحالي اللي منهم التائبين اللي عليهم قوانين توبة وكده ولذلك بعض الأباء لما بيجوا يدشنوا الكنيسة بيدشنوا الهيكل والمسبح والايقونات بس ما بيدشنوش صحن الكنيسه نفسه على اعتبار انه بيبقى فيه موجود بعض الموعوظين والتائبين وغيره. مم. فنظام الكنيسه الحالي بتاع الخوارس الثلاث خوارس هيش. اللي ليها ابواب. يمكن لغايه دلوقتي سيدنا في بعض الاديور القديمه بعض الاديور موجودة. موجوده الخوارس اه, آه موجود. في سؤال تاني هو قايله برضه وده يبقى آخر حاجة عشان يبقى الوقت خلص بيقول في القداس البسيلي الأستاذ كميل حبيب في القداس البسيلي عندك المقطع بتاع تجسد وتأنس يضع الكاهن يد بخور في المجمرة هل يضعها بالمستير اللي هي بنناول بيها الدم الخاص بالكأس أم يضعها بالملعقة العادية الخاصة بدرج البخور حيث أن بعض الأباء بيعملوا كده بالمستير ما هو الوضع ستخسري لو قريت في القداس الإغريغوري الكتاب الكبير شوية يعني مش كتاب كده صغير اختصار هتلاقي مكتوب كده يأخذ الكاهن الملعقة ويرشم بيها درج البخور يرشن بيها لانها متدشنه بالميرون ويضع يد بخور ويضع لا ويضع ملء الملعقه في المجمره ثم يمسح الملعقه بلفافه ويضعها في مكانها ايوه مظبوط طب لو كانت دي معلقه البخور هيمسحها ليه باللفافه ويحطها طب ما هي في درج البخور المستير في المفهوم الطقسي السليم هي المعلقة اللي بتتدشن مع عدة المذبح صينية وكاس ومسير وقبة والقبة اللي فوق الصينية دي عدة المذبح لكن عمرنا ما بندشن معلقة البخور أنا ما بدشنهاش معلقة البخور حتى لو دشنت درج البخور لكن معلقة البخور دي بيقول لك يضع الكاهن يد بخور يد مم. بياخد كده بصوابعه ويحط مظبوط صح في دي ما بيقولش يد بيقول ياخد الملعقه وبعد ما يعمل كده يمسحها باللفافه ويضعها في مكانها مكان. ده حاجه واضح انها حاجه ليها اهميه يعني. وبعدين تجسد وتانس بناخد المستير وننزل بيها لتحت عند درج البخور إشارة لأن المسيح نزل مم. وتجسد لأن بقول تجسد وتأنس كل حاجة يا سيدنا في مكتوبة دي ما في القداس الإغريغوري فاللي بيعملوا كده مش مخترعينها من عندهم دي من الشروحات مش شروحات جانبية لا في وسط كلام القداس مكتوب هذا الكلام تنبيهات طقسية كده مم. فالحقيقة معلقة البخور اللي جوه حق البخور انا بستعملها ساعات وخلاص اعمل ايه لكن مش بستعملها في الموضوع ده لكن هي أصلاً ملهاش وجود بيقول يأخذ يد بخور يد صحيح بخور سيدي بخور مفيش معلقة بخور دي مش أساسية في أواني المزبع مفيش معلقة بخور المعلقة الرسمية هي المستير يمكن عملوها بس عشان الكاهن ما ياخدش كتير يعني حاجة. لا, أك... <applause> لا مش عشان ما ياخدش كتير بتسهل له صحيح اسهل شويه ساعات البخور بيبقى حجمه كبير شويه فلو جه يكبش مش هيعرف يكبش كويس مم. يعني ايده صوابعه مش هاد. ولو ناعم قوي مش هيعرف برضو يشيله صحيح. مع نعوميته مظبوط احيانا بيبقى مطحون زياده عن اللزوم مم. اه فالمعلقه بتساعد لكن عنصر مساعد وليست من طقس اواني المذبح بالظبط كده وشكرا شكرا يا سيدنا بحقيقة يعني النهارده عايزين نشكر سيدنا شكر خاص ونقدم له التهنئه مره ثانيه بمناسبه عيد رسامته اسقف في يوم 24 سبتمبر من كل عام لا مش من كل عام سنه 72 <applause> العيد يا سيدنا <applause> العيد كل عام بيجي لنا وبيبقى فرحه كبيره يا سيدنا وزي ما مدام امل قالت في القصيده الحلوه بتاعتها يا سيدنا ربنا يديمك لينا بنشكركم ونشكر حضوركم لينا بينا معانا النهارده دايما منورنا كده مشاهدينا وصلنا معاكم لنهايه الحلقه النهارده من حوار مفتوح استمتعنا مع سيدنا بكلامه عن مجمع افسس سنه 431 ميلاديه بالقسطنطينيه بافسس شكرا لكم مشاهدينا نشوفكم ان شاء الله في الحلقات القادمه من حوار مفتوح والى اللقاء